وسهلا في قناة إيمي والترنت. النهاردة هنعمل تجربة تلوين الريزن. انا هنا استخدمت زي ما انتم شايفين الاول واحد دوت ده الوان طعام ازرق، وبعد كده ماركر ومفروض اللي هو البيس بتاعه ان هو الوان زي الوان اكريليك، والبامبي دوت في الماستر، بس انا مش يعني مع الاسف ما عرفتش افتحه فهستخدم لون تاني. وهنا استخدمت الوان السوفت باستيل، وهنا الوان طعام بس باودر. بالنسبه للريزن، لو محدش عارف ايه هو الريزن دوت، ده عباره عن مادتين كده ليهم نسب معينه بنخلطهم مع بعض، وبعد ما بيتخلط بيقعد حوالي 24 ساعه على اساس ينشف، وبعد كده تلاقيه شبه الازاز بيبقى شفاف وكده. هنا بالنسبه للريزن اللي انا استخدمته، المفروض ان انا محتاجه ان انا اخد من البارت A، بيبقى عباره عن مكونين. بارت A المفروض اخد منه 3، وبارت B هاخد منه 1. دلوقتي انا بحط منه، وهنا مستخدمه غطا كده. حطيت 3 من بارت A زي ما انتم شايفين، ودوت بارت B، غطا واحد منه، لان هو قالك 3 من بارت A وواحد من بارت B. بس بعد كده نبدا نخلطهم مع بعض كويس. بعد كده صبتهم في قالب على اساس ان انا ايه هعمل بقى تجربه الالوان، اشوف بقى ايه الشفافيه بتاعه الالوان لكل واحد. ديت الوان الطعام، النسبه فيها مركزه جدا، فانت بتاخدي بطرف العصايه حاجه بسيطه قوي، لانه لو اخدت كميه بيبقى اللون غامق جدا يعني. فخلي بالنا من النقطه دي، لان لون الطعام بيبقى مركز قوي، فهي مفيش عارفه زي ما انتم شايفين خدت مفيش نقطه بسيطه كده. بالنسبه للالوان السوفت باستيل، مفروض ان انا كنت اطحنه، ما اعملش الطريقه دي، لان بعد ما نشف هتشوفوا في الفيديو انه هتلاقي في قطعه موجوده في اللون دوت. فكان المفروض ان انا يعني لما جيت تستخدمه، لو استخدمت الوان السوفت باستيل، اتاكدوا بس ان انتوا تبقى طحنينها، مش عاملينها بالطريقه اللي انا عاملاها بالدبوس دي، تبقى مطحونه، طحنوها كويس جدا، بعد كده نحطها في صبوها في الفيس. دي الباودر بتاع من الطعام. بعد كده هجربها لكم في الشفافيه بتاعه الالوان، يعني نشوفوا احطها لكم على كتاب كده وتشوفوا الشفافيه بتاعتها باينه الكلام ولا لا. طبعا مع الاسف يعني وانا بحط البودر الطعام جه في اللون التاني بتاع السوفت باستيل. زي ما قلت لكم لون البامبي ما عرفتش افتحه، فاضطريت اخد اللون ده، هو ده الوحيد اللي اتفتح معايا. المفروض اللي هي الوان الفوماستر دي بتبقى يعني اصلها اصلا الوان زي الوان كحوليه كده، طلعت منها مش عارفه القطنه اللي جوه ديت، بعد كده نزلت منها اللون. بالنسبه لو لون الطعام، هتلاقي انا لقيت اللون طلع خفيف، هتلاقوني بعد كده زودت لون شويه بسيط برده تاني، لاني يعني لقيت اللون اختفى شويه، فرحت زودت نقطه بسيطه برده ويبقى اللون الازرق بتاعه واضح. هنا بعد ما نشفت طبعا المفروض بيعدي عليها 24 ساعة. هنا بقى بجربها لكم على الشفاف ديت اللي هي الوان الطعام، اللون الازرق، ودي الفول ماستر.
ودي اللي هي الوان الماركه للاكريليك، هي المفروض ان هي البيس بتاعها او المصدر بتاعها اللون بتاعها الاساسي من عباره عن الوان اكريليك هي، وده اللي هي الباودر بتاعت الوان الطعام، واخر حاجه اللي هي السوفت باستيل. انا مش عارفه ليه مركزه قوي ناحيه الشمال، ما الدنيا واسعه، الارض الله واسعه، مركزه ناحيه الشمال قوي. طبعا زي ما انتم شايفين احلى ثلاثه بالنسبه لي بيبقى حلوين جدا، اللي هما الالوان السوفت باستيل والالوان الطعام والالوان الفلوماستر. هنا الناحيه الثانيه وشها ظهرها الناحيه الثانيه انا رشيت عليها سبراي كده ملمع، بس انا الصراحه ما عجبنيش، حسيته مش عارفه مش حلو يعني. فانتوا لو هتعملوا مشاريع يستحسن احسن تيجي تلمعيها، لمعيها بالريزن ذات نفسه بفرشه كده، ودهني ظهرها الناحيه الثانيه ديت بالريزن نفسه. هنا السبراي رشيت عليه ومسكته، كانش لسه ناشف وسط الدنيا هنا في زي ما شايفين في اللون الاخضر ده. وهنا عشان انا مش عارفه النقط ديت من الالوان البودر التعامل اللي وقع فيها ولا من السوفت بس عشان ما اتطحنش كويس، وانا الصراحه من هنا مش عارفه دي البودر بتاع لون الطعام عشان وقع فيها ولا ايه بالظبط، مش عارفه. بس عامه يعني طحنوا احسن، يستحسن انتوا تطحنوا الالوان السوفت بس عشان برضو ما يبقاش فيه بقايا فيها قبل ما تلونوا الريزن.